حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا في هذا الفيديو السريع والخفيف إن شاء الله على قلوبكم، واللي يخص موضوع بروجكت سونيك 2017، مشروع لعبة سونيك القادمة اللي راح تنزل خلال هذا العام. بس إذا أنتم ما تذكرون شنو هذا المشروع، طبعا أعلنوا أنه لما أعلنوا عن نتندو سويتش قالوا أن لعبة سونيك الجديدة راح تنزل على هذا الجهاز، غير سونيك مانيا اللي على نظام الريترو، لا واحدة ثانية. وقبل تقريبا ما بين 7 أشهر أو 8 أشهر حطوا تريلر عن هذه اللعبة أو عن هذا المشروع، وشفنا أن سونيك يدش داخل حرب، والحرب هذه وأنه ينضم لمقاومة معينة. فهذا التريلر نزل قديم، حتى بنهاية التريلر يقولون join the resistance، وراح تنزل على كل من أجهزة البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي، وكان الجهاز مال نتندو الملقب بالانكس قبل يعلنون عن السويتش. ولكن في حدث او خلينا نقول في مؤتمر SXSW اللي صار في اوستن في الولايات المتحدة الامريكية، اعلنوا عن اسم هذا المشروع، وطلع اسم اللعبة القادمة لمشروع سونيك وهو سونيك فورسز. حتى لو تلاحظون من الشعار في نجوم تحسون صج انه كأنه في مقاومة، كأنه داش حرب. وتيم سونيك او التيم اللي شغال على هذا على تطوير هذا المشروع هو نفس التيم اللي اشتغل على كل من العاب سونيك جنريشنز اللي نزلت في عام 2011 على البلاي ستيشن 3، ولعبة سونيك كولرز اللي نزلت اتوقع على الوي والدي اس. فاحنا مترقبين ان شاء الله ان تكون لعبة سونيك القادمة راح ترضي جميع الفانز اللي يحبون هذه الشخصية وهذه السلسلة بشكل عام. للعلم قالوا انه راح تصدر في موسم الاعياد لهذا العام، يعني اتوقع في نهاية عام 2017 على كل من اجهزة البلاي ستيشن 4 الاكس بوكس 1 والبي سي وحتى نتندو سويتش. فاحنا نبي رايكم تحت في قسم الكومنتات، تتوقعون ان لعبة سونيك القادمة راح تكون قد التوقعات، لأنها راح تكون لعبة من أحد ألعاب سونيك اللي مرت علينا مرور الكرام، نفس مأساة سونيك بوم، ولا حتى الألعاب اللي قبلها مثلا اللي كانت لا بأس بها مثل سونيك وورد وغيرها. فنبي رأيكم تحت بالكومنتات، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. طبعا شكرا على 100,000 مشترك اللي اشتركوا ويانا بالقناة، كل ما دعمتونا كل ما راح نقدم لكم الأفضل. كان وياكم أخوكم طلال السعيدي، ومنتظر آراءكم. مع السلامة.